اسمعي يا بنت الحلال، انتي هون بأمان، بس كمان نحن لازم نعرف شو سيرتك، من مين خايفة، ليش هربانة؟ هجموا الزهربات على بيتنا، قتلوا زوجي، ما عرفت شو بدي أعمل، حملت حالي وهربت. ما حبيت هالسيري، ما خرطت مشطي، احكي لنا وحدة تانية الله يرضى عليك. هي قصتي أخي، هي قصتي. لك اسمعي من هيك، يا بتحكي كل شي بتفهمينا شو سيرتي، يا بتنقلعي من هون بريحة طيبة. لك شو بك، ليش ضايج؟ لك مالك شايفة أخي قاعدة عم تخرط علينا، فكرتنا أولاد صغار. لك مالك شايفة خايفة وتعبانة، طول بالك عليها شوي. أيوه أبي أمرك أخي، لا تواخذينا أختي، خدي راحتك، أنا برا. شو هالمصيبة اللي جايبنا اياها؟ انها اصلا مصايب، نحن فوت قلعها. لكنه انت بدك تضلك قديش وفلتان بحقل الفصة، ولك المخلوقة شفتها مرمية بنصاص الليالي، بدك يعني اتركها؟ هلا بيني وبينها والله فوق الشواري. خراس خراس. انا رح احكي لكم شو قصتي، داخلي على الله وعليكم. وصلتي اختي وصلتي. تحلفوا تحلفوا يمين انه تساعدوني وما تغدروا فيني، بالاخص انت اخي عمر، تحلف انه ما تخبر هلال رسلان عني. انت بتعرفيني؟ منو انت؟ انا حرمته لحمدي القطار. لا والله، لا والله ما شفت منها غير كل طيبة وأخلاق، بس ليش هيك عمليت؟ والله ما عم بعرف. الله يعلم بحاله، بس أنا قلبي محسسني إنها مظلومة. يا رب يا رب دخيلك لا تأخذ أمانتك قبل ما أعرف الحقيقة، أعرف ليش هيك عملت نرجي. يو ابن عمي، ليش هيك عم تحكي؟ بيت الشر عن قلبك. وهي قصتي، وربي إني ما كذبت عليكم بحرف. لعمة على هالابن الحرام، لعمة. خلص اختي، ما تاكلي هم، خلص فوتي ارتاحي انت، فوتي ارتاحي.